إذا وصلنا إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب. نعم. يقول إذا وصلنا إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب فهل ننتظر مغيب الشفق الأحمر أم نصلي مباشرة جمع تقديم؟ نعم، هذا هو الظاهر، إنكم بمجرد وصولكم تصلون، إن كان قبل دخول وقت العشاء هو جمع تقديم. نعم، لأن الصلاة معلقة بالوصول مبكرا أو متأخرا. نعم.